تبحث شركات صناعة الأدوية في لبنان عن فرصة لتطوير إنتاجها مع زيادة الطلب على الصناعة المحلية في ظل تراجع استيراد الأدوية من الخارج نتيجة أزمة شح الدولار. وحسب نقابة مصنعي الأدوية المحلية فإن نسبة الطلب على الدواء المصنع محليا ارتفعت منذ مطلع العام الجاري بنسبة 60%. مع استفحال أزمة نقص الأدوية المستوردة، ساهم فقدان الدولار من الأسواق في تطوير الصناعة الدوائية المحلية، فباتت البدائل اللبنانية متوفرة وبأسعار أقل. نفس الدواء اللي بدك اياه بس دواء لبناني. دواء محلي الصنع، يقول الصيادلة إنه يسد ولو قليلاً من حاجة السوق. لا، بظل انقطاع الدواء اكيد عم نعطي البديل وعم نعطي اللبناني هلا بالوقت الحاضر اللي متوفر من اللبناني، لانه حتى اللبناني شوي خفيف هلا بالوقت الحاضر. في لبنان 67 شركه تستورد الدواء مقابل 12 شركه تستورد المواد الاوليه من الخارج لتصنيع الدواء محليا. مصانع دواء محليه كانت تؤمن 23% من كميه الاستهلاك الدوائي قبل أن يرتفع الطلب على أدويتها، وفي ذروة أزمة الاستيراد بنسبة 60% حسب نقابة مصنعي الأدوية. حصتنا اليوم هي فقط 7% من حجم الاستهلاك العام. الأدوية المصنعة بإجازة بتشكل اليوم 13% من حجم الاستهلاك العام. فإذا الصناعة الدوائية اللبنانية فينا نقول أنه بتشكل 20% من حجم الاستهلاك العام. نحن اليوم عم نطالب بدعم مثلنا مثل المستوردين على سعرنا على باب المصنع المسجل لدى وزارة الصحة. هيدا الشيء بيقدر يوقفنا على اجرينا مع ضرورة تحرير كل فواتيرنا العلقانة بمصرف لبنان. أدوية محلية حلت مكان أخرى مستوردة، أما ثقة اللبنانيين بها فبدت متفاوتة. بس هو المفروض نشجع الصناعة اللبنانية والدول اللبناني. بتروح على الصيدليات أكترية الأدوية مقطوعين، نحن بنشجع يد العامل اللبنانية تعمل هذه الأدوية. أدوية الأعصاب، أدوية مثلا إذا بدك أمراض المستعصي، يعني لا ما عندهم بعد، ما عندنا اندستريال أو بايوميديكال انجينيرينج بعد مضبوطة أو صناعة دواء مضبوطة. يبحث قطاع الأدوية عن فرصة لإنتاج محلي يوفر على الدولة ملايين الدولارات ويسهم في خفض أسعار الأدوية على اللبنانيين مع استفحال الانهيار المالي والتدني الحاد في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، في وقت تقدر الكلفة السنوية لاستيراد الدواء بمليار و120 مليون دولار. في ظل اقتصاد لبناني مدولر يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد، تبرز الحاجة الملحة إلى تمكين وتطوير الصناعة الدوائية المحلية في بلد يدفع كلفة الفاتورة الدوائية من الأغلى في العالم. جينا عفيش، الحرة، بيروت.